رفع المشاركون في ورشة العمل الإقليمية تعزيز صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية خالص الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة نجاح أعمال الورشة التي أقيمت على مدى يومين، شاكرين لسموها حفظها الله كرم الضيافة وحسن الاستقبال مع تمنياتهم بدوام النجاح في قيادة مسيرة المرأة البحرينية نحو آفاق أعلى وأرحب. هذا وقد استقبلت السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة المشاركين في هذه الورشة والتي يستضيفها المجلس الأعلى للمرأة، وذلك ضمن الأنشطة التي تقام بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للمرأة العربية. ورحبت الأنصاري بالمشاركين مباركة الجهود التي يبذلونها من أجل إبراز الدور الحضاري للمرأة العربية واستدامة الجهود الإعلامية الرامية إلى تطوير وبث مضمون إعلامي حضاري ينهض بالمرأة ويواكب المكانة المتقدمة التي حققتها بعيدا عن الصورة النمطية للمرأة في الإعلام. وأكدت الأنصاري حرص المجلس الأعلى للمرأة على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء من أجل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها هذه الورشة الإقليمية ومتابعة الأفكار والاقتراحات التي تقدمت بها المشاركات بما يواكب الظروف المتغيرة التي تعيش فيها المرأة وينعكس إيجابا على المرأة والأسرة والمجتمعات العربية والإسلامية ككل. تجارب إعلامية ناجحة انتقتها الورشة من أنحاء الوطن العربي ليتم استعراضها بشكل يجسد العلاقة بين الإعلام والمرأة، فالأخيرة استطاعت أن ترسم صورة جديدة لها في الإعلام وأن تكون المؤشرات الإيجابية والأرقام خير دليل على ذلك. توصيات أعتقد يجب أن تأخذ حيز التنفيذ متى ما كانت هناك قناعات وخطط تنطلق بثبات نحو تعزيز صورة المرأة البحرينية. أعتقد أن التوصيات متى ما جاءت يعني متوافقة مع هذه الخطط سوف ينجح الإعلام ليس فقط البحريني بل الإعلام العربي في تطبيق وإبراز صورة المرأة بشكل أفضل. هي قرارات على صعيد إقليمي، كيف مرصد عن المرأة أو عن تطوير الصورة النمطية للمرأة. فيعني أهم التوصيات كانت اعتماد أولا نوع من الفوكابولري، يعني من التعبير التخلص منها، ليست هي صورة المرأة لأنه لم يعد يستعمل المرأة، صارت المرأة والنوع الجندري، يعني الأدوار صارت الأدوار المرأة والرجل، نوع من المساواة ونوع من انه يعني الصوره لازم تكون صوره في بعض الميادين. طبعا المشاركون خرجوا بمجموعه من التوصيات من ابرزها انشاء مرصد اعلامي عالمي حيث يتولى جمله من المهام من بينها اصدار تقرير دوري عن المراه في وسائل الاعلام وامكانيه النظر في استحداث جائزه اعلاميه للمراه تثمن انجازاتها. ورشة ناجحة جدا وخرجنا مجموعة من التوصيات والمقترحات، يمكن أهمها محاولة وضع كود مهني لتصحيح الصورة النمطية للمرأة في الإعلام وتقديمها بشكل أفضل، محاولة أيضا تقديم النجاحات الحقيقة اللي بتحققها المرأة يوم بعد يوم في جميع المجتمعات العربية والإسلامية وإظهارها بشكل واضح في وسائل الإعلام. كانت المرأة إعلاميا تحديدا في التلفزيون دراما وبرامج، واستعرضت دراسة قيمة قامت بها وحدة دراسات المرأة بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. اتفقنا بأنه تغيير الصورة النمطية للمرأة يتطلب كذلك أن نغير من الصورة النمطية للرجل، لأن التغيير نال الاثنين. أن يقوم الإعلام بدوره في تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجالات كافة لم يكن المطلب الأبرز للمشاركين هنا، ولكن تصحيح المعلومات الخاطئة والصور النمطية عن المرأة في الإعلام الغربي هو المراد والمطلوب.